بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. برنامجنا سيكون منطلقا من روح توجيهات أهل البيت، برنامجنا فاسألوا أيها الأحبة. سأكون معكم في شهر رمضان في هذا البرنامج لأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم عبر قناة مأتم المرخ، فكونوا معنا أيها الأحبة. البرنامج الفقهي فاسألوا يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة مأتم المرخ في الأوقات التالية: